في هذه متابعة للوقفات الاحتجاجية اليوم في شارع الحبيب بورقيبة احتفالا بالثورة 17 ديسمبر وأيضا احتجاجا على إجراءات الرئيس قيس سعيد. هذه وقفة ثانية نفذها مجموعة من الأحزاب السياسية بالأساس حزب الجمهوري وحزب والتكتل وأيضا حزب التيار الديمقراطي. هذه الوقفة هي رافضة لإجراءات الرئيس قيس سعيد، ولكن يبدو أنه الآن يتم منعهم الآن من الدخول. هم الآن في جهة شارع باريس ويتم منعهم من الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة. هناك أيضا مناوشات الآن بين الأمين العام للتيار الديمقراطي يعني غازي الشواشي وبعض الأمنيين، يعني في محاولة منه لدخول يعني شارع الحبيب بورقيبة. نستمع الآن إلى كلمة سيد غازي الشواشي الآن. أنا معارضين للسيد قيس سعيد في مواقفه وفي انقلابه على الدستور وفي انفراده على السلطة. نحن قلنا هذا الانقلاب سيسقط قريبا وسيسقط كل الناس اللي موجود اليوم بتتحمل مسؤوليات، وسيقع محاسبة الجميع في قمعهم للتوانسة وفي اعتدائهم على التوانسة. نحن ما نتحصلوش على الترخيص، القانون يقول نعلم الأمن وتم إعلام الأمن، وقلنا لهم سنكون في شارع معناه الحبيب بورقيبة للاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التونسية، لأنه هذاك الشارع الرمز وللتعبير عن رأينا ومعارضتنا للانفراد معناه بالسلطة ودفاعنا للديمقراطية والأمن في باله. ولكن الأمن اليوم وزارة الداخلية والسيد توفيق شرف الدين أعطى الشارع ومنح الشارع هدية لأنصاره، لأنصار قيس سعيد باش تهللوا وطالبوا انه يكون رئيس معناه مدى الحياه ويمنع معناه المعارضين نتاعو من الدخول لهذا الشارع. هذا هو القمع وهذا هو اللي عاقب عليه القانون وهذا هو اللي باش نحاسبوا عليه السيد قيس سعيد والسيد وزير الداخليه وكل من لف لفهم. سي غازي، الامين العام للتيار الديمقراطي، انت الان في المباشره اذاعه الديوان افام، شنو هو اللي صاير؟ اللي صاير عملية قمع، مشهد متاع قمع تراو فيه انتوما بيوم عينيكم. هذا المشهد يكذب تصريحات الرئيس انه يحمي في الحقوق الحريات وان الحقوق الحريات مضمونة. اليوم هاي الحقوق الحريات تدهس في شارع الحبيب بورقيبة. منعك من الدخول الشارع؟ منع من الدخول، هاو قدامكم بالصورة والصوت، تم منعونا من الساعة العاشرة توا ونص النهار غير أربعة، ساعة ونص يقع منعنا. معناه أحزاب سياسية مناضلة، معناه شخصيات وطنية توانسة، معناه نساء ورجالا وشبابا وشباب اليوم موجودين يحبوا يدخلوا بكل سلمية يمارسوا معناها يعبروا عن رأيهم ويظهروا ويحتفلوا بعيد الثورة التونسية لرئيس الدولة لا علاقة له بهذه الثورة. ولكن للأسف الشديد جاءت الفرصة باش يولي رئيس دولة ويقمع معناها التوانسة ويوظف وزارة الداخلية باش تقمع معناها التوانسة. هذا ما يتعداش وهذا معناه لن يدوم طويلا وسيسقط هذا النظام معناه الأرعن وسيتحاسب قيس سعيد وكل من قمع التوانسة اليوم منعنا من التظاهر. شكرا لك. سي عصام، المنع هذا تم أعلمت وزارة الداخلية، شنو اللي صار؟ احنا قمنا بالإعلام القانوني اللي يفرض القانون، منطقة الأمن، دوائر الداخلية، على أننا كأحزاب ديمقراطية وشخصيات وطنية نعتزم إحياء ذكرى اندلاع الثورة في شارع الثورة تحت شعار دفاع عن النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي. اليوم شارع بورقيبة يفتح بأوامر الدولة أمام أنصار وتنسيقيات الرئيس قيس سعيد ويغلق أمام المعارضة. اليوم هذا الدوس على ونيل من الحريات الأساسية للمواطنين اللي ما زال رئيس الجمهورية يقول بأنه يحترم. هو أعلق العمل بأغلب باب الدستور وكمل في خطابه الأخير قال أن هذا الدستور لم يصح، هو يستكثر علينا حتى هذا الحق حق الحرية. احنا مصرين نحمل وزير الداخلية ورئيس الجمهورية هذا الانتهاك الصارخ لحقوقنا وحقوق التونسيين. احنا اليوم متمسكين بأن هذا الشارع لن يغلق ولن نقبل بغلقه، تم غلقه في 2012 وعدنا فتحناه، لن نعود. هذه الرئيس الجمهوري يقول لا رجوع الى الوراء، قل رجعت بنا كثيرا الى الوراء الى مربع الاستبداد والقمع. لن نتنازل الحقوق والمكتسبات الدوله المدنيه الديمقراطيه اليوم في امام محك وامتحان حقيقي. نحن والمواطنين اللي جابوا الحريه هذه لن نقبل بالتراجع عنها مهما كان الثمن. هي مسيره مستعدين لخوضها بشكل تصاعدي. ندعو كل القوى الديمقراطيه والمؤمنه بالحريه اليوم ان تتكاتف لوضع حد وغلق قوس الحكم الاستثنائي الفردي والعوده الى مسار الانتقال الديمقراطي والمسار الدستوري. معناتها الجزء الاول من الوقفه هذه من اجل انه الاحتفال بعيد الثوره، الجزء الاخر من اجل معارضه اجراءات 25 جويلية. يعني قيس سعيد اراد ان يعيد كتابه تاريخ الثوره وحب يجعل من اليوم هو يوم الثوره. هاكم تراو كيف نحيي الثوره، الحقوق والمكتسبات الكل اليوم
يحاول انتزاعهم المواطنين، بينما انصار في اي بي هما سياسيين من درجه اولى، يفتح امامهم مسرح البلدي وشرح ببورقيبه وقوات الامن تسهل لهم، بينما لهنا مع الاسف الامن اللي عملنا على ان يكون امن جمهوري يقع استعماله للصد في عوض يحمي الحريات والحقوق يكلفوه بقمع هذه الحقوق والحريات. وبالتالي احنا اليوم حابين ونقيم الدليل امام المواطن التونسي وامام العالم بان تونس ارتدت الى الوراء، لكن احنا ماناش قابلين هذا الامر الواقع، لن نقبل به. شكرا لك اذا سي عصام الشابي. يعني هذه الوقفه الثانيه في شارع الحبيب بورقيبه هي وقفه بعض الاحزاب الاجتماعيه الديمقراطيه، حزب التيار، حزب التكتل، وايضا حزب الجمهوري، من اجل الاحتفال بعيد الثوره، وايضا من اجل معارضه اجراءات الرئيس قيس سعيد، اجراءات 25 جويليه، لكن يتم منح الان ومنح من الدخول الى شارع الحبيب بورقيبه الان في شارع باريس، هم يصرون على الدخول. يعني الصوره الان شارع الحبيب بورقيبه فيه ثلاثه وقفات احتجاجيه، الوقفه الاولى لمساندي للرئيس قيس سعيد والمناصرين للرئيس قيس سعيد، وهذه الوقفه ايضا للاحزاب الاجتماعيه الديمقراطيه، ووقفة ثالثة لتنسيقية مواطنون ضد الانقلاب ويعني بعض الأحزاب القريبة منها. احنا معناها تحدثنا مع مسؤول امني على اساس باش يخلونا نمارسوا حقنا، ومرتين ولا ثلاثه يقولوا لنا ربيع ساعه وربيع ساعه، وهذا واضح ان التسويف ومناوره. احنا باش نعملوا ندوه صحفيه، نددوا بالوقاع. اسكت اسكت هاو تشوف مسار قيس سعيد يجيونا حتى لهنا، هاو تشوف اخزر يا عالم، هما يجيونا حتى لهنا مسار ويستفزونا. احنا نعتقدوا ان اللي صار هو تسويف ومناوره لاحباط المظاهره، باش واحد يروح وواحد يفد وواحد يتقلق، واللي هو عاقل ما يحبش يدخل في مشاده او احتكاك يروح. احنا باش نعملوا ندوه صحفيه باش نددوا بالوقاع، وسنواصل ممارستنا لحقنا، وتاكدوا ان الفضاء العام لحرارات الثوره لن يصادر مجددا، لا لقيس سعيد ولا لانصار قيس سعيد ولا لغيره. عاشت تونس، عاشت الديمقراطيه، وعاشت الثوره. الندوه صحفيه توا في مقر الموقف كما كان مثل خايبه الكعبه، وسنحاسب كل من دس على حقوقنا في مقر الموقف اللي نتحاسب في مقر الموقف. باش نفكوا الايامات الكحل على تونس اللي حد يرجعها، اللي عمره ما ظهر، اللي كان ساكت وقت بن علي ما سكت يرجعنا، اللي كان ساكت لا يعرف 17 لا يعرف 14 ما سكت يرجعنا. ندوه في مقر الموقف. يسقط قيس سعيد هو لمجد الزمن، لقد سرقت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن، الشعب يوما اراد الحياه، فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد للليل ان ينجلي، ولا بد لا ما هذوما هاني قلت لك الجمهوري هذوما منعوهم
يا خوف لا لا الشارع ملك الشعب يا خوف لا لا الشارع ملك الشعب يا خوف لا لا الشارع ملك الشعب شد اسمع يا محمد هاي عتاب بارك الله في بالكم ماشي نبدا صحفية تو في مقر الموقف شاقدر تو بالليل لحظة ناخذ صورة قدام المقر. سامحونا في اللحظة. Thank you.
جميعا كنتوا حاضرين معنا اليوم. حبينا نحن كأحزاب اجتماعية ديمقراطية، كشخصيات وطنية، نواب شعب، مواطنين ومواطنات اليوم، حبينا نمارس حقنا الدستوري في التظاهر، في التعبير عن رأينا، في احتفال بثورتنا معناها المجيدة، في التعبير عن رفضنا للانفراد بالسلطة ودفاعنا عن الديمقراطية اللي نهضت أجيال بالدماء بالتضحيات معناها بالتهجير بالسجون باش وصلنا حققنا ثورة، ثورة كبيرة، العالم الكل وقف معناها تمجيدا لهذه الثورة. اليوم حبينا نمارس حقنا ونكونوا في شارع الثورة اللي حررناه يوم 14 جانفي بعد نضالات لأجيال وأجيال وآخرها 17 ديسمبر أكيد معناها في عديد الولايات. اليوم للأسف الشديد بوليس قيس سعيد، بوليس توفيق شرف الدين اليوم يمنعنا من الدخول إلى الشارع وممارسة حقوقنا والتعبير عن رأينا، وخلاه الشارع الكل لأنصار السيد قيس سعيد باش يرفعوا الشعارات الداعمة لهذا الانقلاب اللي قام به السيد قيس سعيد على دستور البلاد، هذا الانقلاب اللي قام به على الديمقراطية اليوم معناها في بلادنا. للأسف الشديد معناها شدينا صحيح، ولكن الأمن ما حبيناش ندخلوا في وضع احتكاك معاه أو نوصلوا لأوضاع اعتداء علينا، لأنه بداوا يسخنوا رينا فما وضعية يحاولوا مش يعتديوا علينا، بالتالي قررنا الانسحاب ونعملوا الندوة هذه الصحفية نعبروا فيها على تنديدنا لما تاه بوليس قيس سعيد وبوليس معناها توفيق شرف الدين. نحن نعتبره اللي قاموا به جريمة في حق التوانسة واعتداء على حقوقنا وحرياتنا، اللي السيد قيس سعيد في آخر كل اجتماعات وكل التصريحات يقول لا خوف على الحقوق والحريات وأن الحقوق والحريات ما زالت مضمونة، وهوك البيب الأولاني والثاني من الدستور خلاهونا باش نمارس حقوقنا. رينا اليوم على أرض الواقع قمعنا، ونعرف أن القمع سيأتي لا محالة، لأنه كل انفراد بالسلطة بالضرورة باش يحافظ على السلطة صاحب السلطة سيلتجأ للقمع، سيلتجأ للاعتداء على الحقوق والحريات. وريناه اليوم بالصوت معناه والصورة، والحمد لله كنتوا حاضرين معنا. نحن على كل حال لن نصمت، سنواصل معنا نضالنا، سنواصل مقاومتنا إلى حين إسقاط هذا الانقلاب على الديمقراطية وعلى إرادة الشعب وعلى دستور البلاد. لا يمكن الشعب الذي تحرر بعد عقود من الاستبداد ومن الدكتاتورية أنه يرضى على نفسه اليوم يعيش تحت حكم فرد، حكم معناه فرد معناه أفكاره متخلفة، يسعى إلى تركيز جماهيرية في تونس بعد ما سقطت في ليبيا بعد 42 سنة بالتنكيل بالشعب الليبي في عهد القذافي. اليوم يحب يكون هناك نظام قذافي جديد في تونس. لن نترك الفرصة له، سنقاوم سنتصدى. أنا عندي ثقة كبيرة في الشعب التونسي نساء ورجالا، لحراير تونس وحرار تونس سيتصدون لهذا الاعتداء ولهذا الانقلاب إلى حين إسقاطه، وإسقاطه بقدرة الله سيكون قريبا جدا. كلمة واحدة مفعمة بالرمزية. 17 ديسمبر 2010 كنا نمنع من هذا المكان من أن نعبر على رأينا وأن ننتصر للثورة اللي اندلعت في سيدي بوزيد، ولحب قيس سعيد يعيد كتاب التاريخ بطريقة أحادية وحسب منهجه هو لينسف مقومات الدولة المدنية والديمقراطية. اليوم إضافة الكلام اللي قاله سي غازي جملة واحدة بقولها، احنا نمنع هنا وانصار الرئيس يعطيهم شارع الحبيب بورقيبه، يفتحوا لهم الطرقات، يحميهم، يعتبروهم مواطنين من درجه اولى. الدوله ولا تخدم في تنسيقيات قيس سعيد. اليوم هنا لا رجوع الى الوراء، رجعنا الى مربع الاستبداد اللي نرفضوه، ونقولوا الاحرار اللي اسقطوا نظام الفساد والاستبداد مستحيل يقبلوا ان تنتزع منهم الحريه من جديد. احنا عازمين وثقتنا فيكم وفي التواسع على أن لا نتراجع إلى الوراء. نحن رفضنا ما قبل 25 ونرفض أكثر ما يحدث اليوم بعد 25 جويلية، لأنه تأسيس حكم فردي وانقلاب على الدستور وإنكار لحقوق التونسيين. قيس سعيد في البداية قال أنا متمسك، وفي كل خطاب الدستور الفصل الأول والثاني، اليوم بعد الخطاب الأخير بتاعه ألغاه نهائيا، لكن ينجم يلغيه على الورق، لكن إرادة الأحرار والحراير في هذه البلاد ستجعل من يوم 17 ديسمبر ومن مسار الثورة من جديد انطلاقة جديدة للانتقال الديمقراطي وللدولة الديمقراطية وللحقوق السياسية والاجتماعية للتونسيين. احنا اليوم رفضنا كديمقراطيين
أن ندخل في احتكاك أكثر من قرابة الساعتين، وإحنا نصر مطلب قدمناه في الأجهزة القانونية، قدمناه للجهات الأمنية يمنعونا ويفتحوا الشارع أمام أنصار قيس سعيد. هذا رفضناه ورفضنا كل مساومة فيه. النقطة هذه الإعلامية نحب نتوجه للتوانسة بأننا سنخوض هذه المعركة مهما طال الزمن، لكننا متأكدون أنه لن يطول، لأن الطريق الاستبداد والحكم الفردي طريق قصير. سنعود احنا نحب بأقل التكاليف، لكن الكلفة اللي مضطرين لدفعها سندفعها عن طيبي خاطر، لأن راية الحرية عندما رفعت في هذه البلاد لا يمكن أن ينتزعها منا أحد. شكرا لنا نشاطر التدخلات نتاع الأخوة في عصام وغازي فيما يخص ما وقع اليوم. حب نأكد اليوم اللي وقع تسخير جهاز الدولة لتنسيقيات قيس سعيد، وذا غير مقبول وغير لا يمكن أن نقبله بتاتا. اليوم البوليس مسخر لحماية ولتنظيم تظاهرات أنصار قيس سعيد، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الحرية، شارع الثورة، تم معناها تحريره بدماء شهداء، يجب يبقى مفتوح لكل الأطياف السياسية باش تعبر كل حرية وكل سلمية على آراء وعلى موقفها مهما اختلفت. نتذكر كنا كانت خيمة الطرف، خيمة حركة النهضة، وبجنبها خيمة الجبهة الشعبية بدون احتكاك بدون متاقع إشكالات. اليوم التوانسة الكل يلزمهم يقفوا باش يدافعوا على حقهم في التظاهر، حقهم في الحرية، لأنه هذاك هو المدخل للفساد، مدخل الفساد اللي يقول رانا باش نقاوم الفساد. الديكتاتورية هي اللي تجيب الفساد، الانفراد بالرأي هو اللي يدخل الديكتاتورية، هو يدخل الفساد. اليوم احنا باش نقفوا وأحرار تونس، تنسيقية الأحزاب الاجتماعية وأحرار تونس والديمقراطيين في تونس سوف يقفون صفا واحدا ضد هذا المسار الذي نرفضه من أجل العودة إلى مسار دستوري، والعودة إلى صوت الشعب، والعودة إلى صناديق الاقتراع لكل ديمقراطية بدون توجيه من أي مكان. ونطلب من وزارة الداخلية، من الأجهزة الأمنية أنها تعود إلى الثقافة الجمهورية، ثقافة الأمن الجمهوري، وتبتعد عن ثقافة تنفيذ التعليمات كما يقال. وعلى اللي نشوفه فيه في الفترة الأخيرة هي عودة الأسلوب الأمني الرخيص. وأنا نشوف واحد هنا بالكاميرا مرحبا به قاعد يصور فينا من الأمن، لكن هذا يراه معناها أسلوب معناها ما يديش إلى نتيجة معناها، ويخوف. ومشعول أحنا ما نخافوش، لكن مشعول باش يخوف الناس الأخرى. أنا ما نخافوش، لكن هذا مشعول باش يخوف الناس الأخرى. رانا نصوروا فيكم، رانا نراقبوا فيكم، رانا هنا قاعدين نترصدوا فيكم. هذا هو الخطاب اللي يحبوا يوجهوه، وهذا نرفضوه وسوف نقف أمامه وإن شاء الله منتصرين إن شاء الله. سير عيش سير عيش. هذه تصوير توفيق شرف الدين في لافنيو مصورة في شمس فان، يحيي ويقول عاملنا جميع المتظاهرين على قدم المساواة. يكذب وما يعرفش هو وقيس سعيد شكون يواجهه، ما يعرفش هو وقيس سعيد شكون يواجهه كيف يحبوا يكسروا التظاهر من أجل الحرية في تونس. يواجهوا في عباد لا ينكسروا المعدن متاعنا، ما نجمش يكسروا قيس سعيد، خاطر وقت اللي تحرق البوعزيزي حرق روحه، اللي هز صورة البوعزيزي ودافع على كرامة المواطنين وشهر كامل وهو ينظم ويقود ويحضن في التظاهرات الشعبية في تونس الكل، ما كانش قيس سعيد ولا توفيق شرف الدين. المحامين كيف كنا نتظاهروا في كل مكان في محاكم تونس من أجل مناصرة شعبنا اللي ثار إثر استشهاد البوعزيزي، عمري ما شفت توفيق شرف الدين. قيس سعيد ما كانش موجود، كان يكتب في المقالات في الأكاديمية الدستورية، لذا ما يعرفوش هم علاش قدموا. صحيح احنا اليوم في حالة متاع ضعف، ولكننا في حالة قوة كامنة وسوف تقوى شيئا فشيئا، كما كنا قبل في هذا المقر الموقف شوية ضد بن علي لين ولت الجماهير كثيرة وطاح بن علي وهرب. كيف باش يجي وقت قيس سعيد باش يمشي وتوفيق شرف الدين باش يمشي وترجع الديمقراطية في تونس. صحيح المسار متاع 10 سنين هو الأدى للانقلاب، لأن قيس سعيد مش هو اللي خلق الأزمة، هو عمق الأزمة واختطف الدولة وقت اللي ضعف، واللي يتحمل المسؤولية
هو اللي حكمه طيلة العشر سنوات. الكل اللي شاركوا كنا مع بعض. المسؤول الأساسي هو حركة النهضة لأنها كانت هي العمود الفقري في المسار اللي تم الكل. واليوم نحن قمنا ومع بعضنا باش نقولوا لا للانقلاب، باش نواصلوا في نظامنا من أجل الديمقراطية في تونس، وباش نعتبروا من الدروس باش الديمقراطية كيف ترجع ترجع معها خطط التنمية وترجع معها الاستجابة لمطالب الشعب. هذاك علاش احنا اليوم نوجه نداء أمل أن اليوم 17 سبتمبر عددنا هكا 17 ديسمبر عددنا هكا، لكن قلوبنا قوية وإيماننا قوي، وأنا متأكد باللي المئات نتاع الآلاف نتاع التوانسة مش قابلين الوضع الحالي، وتوا بشوي بشوية وترجع النشوة نتاع الديمقراطية وترجع الثورة. ومآل قيس سعيد هو أنه يكتب في كتاب التاريخ عملنا انقلاب دام قليلا وفشل. سي عصام، قلتم انكم قررتم الان التراجع حتى لا يتم اي احتكاك مع الامن، اشنو الخطوات القادمه الان؟ يعني تعتبروا انكم الان يعني الاخيره ونجاوب على اسئله. اخواني اخواتي، تعود بي الذاكره في هذا اليوم الى 17 ديسمبر 2010 الى يوم 21 ديسمبر بعد اربع ايام من احتراق المرحوم البوعزيزي. كان في هذه القاعه ابناء سيدي بوزيد اللي منعوا من ان يوصل صوتهم الى تونس، اللي حوصرت ولايتهم ضد الاعلام حتى الاعلام ما يكشفش ما يجري في سيدي بوزيد. جئنا بالشباب، ثمانيه شباب اللي قاموا بالحركه والتمرد، وكانوا في هذه القاعه يتحدثون الى الصحافه العالميه لنكسر الحصار. صدرنا عدد من الموقف خاص صادروه، ومع ذلك وصلنا. كنا قله قليله، ولكن قله قليله من الحجر الصوان اللي ما يتكسرش، وحجر الصوان هو اللي يشوفوه فيه اليوم ايضا دفاعا عن مكاسب الديمقراطيه، عن مكاسب النضال اللي خذناه من اجل انه نحقق لتونس ثوره 14 جانفي 2011. نحن ايها الاخوات وايها الاخوه نتذكروا الظروف الصعبه اللي كان فيها بن علي يقاتل ضد التعبيرات الديمقراطيه، ضد الوقوف مع شباب سيدي بوزيد. وهنا نحب نتذكر المرحومه ميا جريبي اللي كانت تخيط في البلاد من اجل الدفاع عن فكره الحريه، عن مطلب الحريه والتطور والتقدم. هذا التراث لا يمكن ان يمحى، هذا التراث نستعيده اليوم من خلال وقوفكم بهذا العدد الهام في شارع باريس من اجل انتزاع حقنا في التظاهر. واللي حصل هو كما كانوا يقولوا الاخوه هو انه الامن الجمهوري تم توظيفه لخدمه طرف معين، طرف سياسي معين هو الماسك بالحكم. احنا مستمرين ان شاء الله وواقفين ودائما حافظين على طريق النضال من اجل انه الشعب التونسي يحقق طموحاته في دوله ديمقراطيه تساوى فيها الجميع. والسلام عليكم. سلام. بخصوص الانسحاب، قراركم بالانسحاب والتراجع عدم يعني تجنب الاحتكاك مع ربما المتظاهرين والامنيين. احنا كلا هكذا تمسكنا بحقنا وصبرنا وحاولوا يدخلوا معنا في مفاوضات، لكن قرارنا كان واحد، الدخول الى شارع الحبيب بورقيبه ولا نقبل بغير ذلك. في الاخر اعطاونا وعد، مع الاسف ظهر وعد كاذب، ربما الاخ محمد حامدي هو اللي كان يتفاوض معهم، وحافظنا على برود اعصابنا وقبلنا انه يفتحوا الطريق امامنا ندخل ونمارس حقنا في التظاهر والتعبير على موقفنا والتمسك بالديمقراطيه ورفض الانقلاب. الا انها كانت مناوره منهم من اجل تفكيك التعبه حولنا غاديكا لاضعاف التظاهر. احنا تجنبا لاي احتكاك رجعنا لهنا، احنا حقنا نفتكوه لكن بالتظاهر السلمي، بالتعبئه الشعبيه، بالعمل السياسي المنظم، وهذا اللي باش نخدموا عليه في قادم الايام. واعتقد سي محمد طوي يعطي فكره على عمليه الرجوع اليوم لهنا وعقد هذه الندوه الصحفيه. شكرا عصام. وكما اشار الاخ عصام وكما اشار الاخوه، احنا شارع بورقيبه، احنا شارع بورقيبه والفضاء العام حررته الثوره، وانه مارس حقنا في الاحتجاج فيه ليس منة لا من قيس سعيد ولا من توفيق شرف الدين. وهذا الشارع باذن الله لن يصادر لا لقيس سعيد ولا لانصار قيس سعيد ولا لأي كان. وانا نذكركم راهو في ايام الترويكا حاولت النهضه ايضا مصادره هذا الفضاء العام، ونذكر انا في 9 ابريل علي العريض وزير الداخليه حاول منع التظاهر، لكن القوات الديمقراطيه انتزعت هذا الحق.
ومارست هذا الحق رغم أن في العريض وأن في الترويكا، وستمارسه رغم أن في قيس سعيد وشرف الدين وأنصار قيس سعيد. فعلا كما أشار الأخصر، احنا تجنبنا أي احتكاك مع رجال الأمن، وتجنبنا أي ملاسنة مع شبيبة معناها تمارس التنفيذ باسم التعليمات، وتفاوضنا معهم يعني بشكل متحضر. فوعدونا مرارا وتكرارا بأن باش يفتحونا الباب وباش يعطونا البلاصة اللي طلبناها، لأنهم هم لا أخفيكم راو ثم ناس طلبت التظاهر، فقالوا لها احنا مناش نعملوا في العمل السري، مناش نعملوا في العمل السري، واتضح انهم صادروا شارع بورقيبة لأنصار قيس سعيد. هذا المصيبة بالضبط. يعني في نهاية الأمر ثورة معناها صنعها شعبنا وقيس سعيد وأنصار قيس سعيد لم يكن لهم فيها شيء بوضوح. تو السيد